معي عبر الهاتف الآن أستاذ علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. أستاذ علي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أخوي علي. النور السرور ويا مرحبا. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك. و يعني يا ما التقينا في الإذاعة وفي التلفزيون ونتحدث أنا وأنت عن موضوع حماية المستهلك ودوركم وغيره، لكن أتصور هالأيام نحن بحاجة إلى مكالمات مكثفة يمكن، أو بحاجة إلى توعية مكثفة حول بعض المسائل. ونحن حاضرين إن شاء الله في أي وقت إن شاء الله، يعني مستعدين على كافة الاستعدادات، نقدم لكم إن شاء الله أي توجيه أو أي توعية محتاجينها إن شاء الله الجمهور. جزاك الله خير. سمعت مكالمة علي من كلباء قبل شوي ولا لا؟ والله سمعت. طيب خلني أنا يعني ألخص لك المجمل وأطلب منك التعليق على الموضوع بشكل عام. الضريبة المضافة وأثرها على السوق وأثرها على ارتفاع الأسعار واللي قاعد يصير في بعض محلات البقالة والحلاقين وغيرها من المحلات التجزئة والفرعية من زيادة بحجة الضريبة المضافة، وكذلك يعني ما تبقى من فلوس وعدم إرجاعها هذه مسألة أخرى، كيفية التعامل مع المحلات، كيفية حساب الضريبة، مسائل كثيرة. وما هو دوركم في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حول هذا الموضوع؟ تفضل أستاذ علي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن كان اجتماعنا مكثف مع الهيئة بخصوص مسألة الضرائب، كيف راح يتم تطبيقها وشو أثرها على السوق وأثرها على المستهلك، لأنه بيكون الطرف المباشر في عملية الضريبة من ناحية أنه راح يرفع قيمة 5% من الضريبة. نعم. نحن كان بداية الحملة بديناها كتوعية للتجار وأيضا للمستهلكين في مسألة أن الرقم الضريبي، مثل ما تفضلوا أغرب الإخوان، أن مسألة الرقم الضريبي ملزم وجوده على الفاتورة سواء يكون مكتوب أو مطبوع للفاتورة. نعم. بداية نحن كنا نمنع عملية الكذابة الرقم، إلا أن الهيئة شوية ارتأت أن تعطي مجال شوية لعملية الطباعة ولعملية بعض البرامج اللي محتاجين بعض الشركات أن تقيدها على فاتورتها. صارت العملية، يعني نحن عملنا عدة حملات في الأسواق، وأيضا كان توجيه المفتشين بالنظر حول آلية استفادة أو قيام التجار بأخذ الضريبة. هل أن أخذ الضريبة مع ارتفاع السعر، وشو المعيار، معيار الضريبة ومعيار ارتفاع السعر، كان لهم حجج معينة، مسألة أن ارتفاع كثير من الخدمات اللي هم يتكلمون عنها، لكن هذا مش سبب معين لارتفاع السعر. فوجهنا نحن عدة الجهات المعنية، وجزاه الله خير وزارة الاقتصاد أيضا معنا في هذا الموضوع لعمل اللازم فيما يخص ارتفاع الأسعار. لكن يوم نجي على مسألة الضريبة، الضريبة كيف يتم أخذها؟ يعني مسألة 5% تكون هي شاملة السعر. بعض حصلنا بعض الملاحظات من التجار أنه يقوم بأخذ الضريبة كسعر السلعة، أن المفروض أن الضريبة تشمل سعر السلعة الإجمالي النهائي. نعم. ما يجوز تقسيمها، مثلا سعر السلعة يكون على معروضة في مكان معين سعر، وأثناء ما يحاسب المستهلك يضيف عليها السعر 5%. المفروض تكون السعر الضريبة شاملة سعر السلعة بشكل تام. لاحظنا طبعا ايضا مثل ما تفضلت ان هناك في ارتفاع للسعر. زين، شو سبب الارتفاع للسعر؟ هل ان السعر فقط مجزأ لسلعه معينه؟ هل في بعض السلع هل هي ان تشملها الضريبه معفايه من الضريبه؟ فهاي ايضا بعض الملاحظات وردتنا من قبل الهيئه، لا، هناك ما في سلع معفايه من الضرائب الا طبعا ما تم نشره بشكل رسمي، اللي هي في الصحه والتعليم، وايضا الصحه في اجزاء معينه منها، يعني مثلا نقول المكملات الغذائيه او الفيتامينات، هذه ما تشملها تقريبا من الصحه. وامس نعم كان عندنا ايضا اجتماع مع الهيئه وايضا مع الساده المصرف المركزي في ساعات حضور وزير الاقتصاد، وتكلموا عن مساله ايضا كسور الدرهم والدرهم ايضا، ان هل هي متوفره وغير متوفره. الحمد لله يعني حسب البيان أنها متوفرة في الأسواق، وفي حالة وجود طبعا أي ملاحظات، لأن يعني هذا المشروع بادي الحين طال عمرك، فرح تورد لنا ملاحظات أيضا في هذا الموضوع. طبيعي. طيب أستاذ علي، الآن جزئية الكسور هذه تحدثنا عنها وانتهى، جزئية الضريبة المضافة وكيفية حسابها مثل ما ذكرت هذا موضوع جديد علينا والناس بعدها بتتعلم وبتتعود شوي شوي، لكن نحن في صدد الحديث عن مسألة أهم،
اللي هي ارتفاع الأسعار بحجة الضريبة المضافة، ارتفاع أسعار السلع والخدمات بحجة الضريبة المضافة، عدم المقدرة على السيطرة وضبط السوق سواء في محلات التجزئة الصغيرة أو محلات الكبيرة. كيف تقدرون تضبطون السوق؟ نحن طبعا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، هناك في يعني حملات تكون التفتيش دوري على بعض المحلات. المسألة تم هي طبعا أمام سواء اللجنة العليا لحماية المستهلك أو السادة وزارة الاقتصاد، هي تكون يعني الهيئة المختصة أو الوزارة المختصة في عملية النظر في أسباب الارتفاع الأسعار. نحن عندنا أيضا حملات نقوم فيها، وأيضا يعني نسمع للتجار وللمستهلكين من فترة لأخرى. يعني هذا الارتفاع مثل ما تفضلت أنت، هذا الارتفاع له سبب وجي، وكيف تم رفع السعر بدون مثلا رجوع للوزارة المختصة؟ يعني كلامك في محله. وأيضا يعني اللي راح يحصل على الخدمة أو السلعة هو المستهلك نفسه، فعارف أن هذه السلعة، في بعض السلع طال عمرك سلع يعني بشكل دوري يقوم بشرائها المستهلك، فعارف سعرها سابقا وعارف سعرها حاليا وأثناء فرض الضريبة عليه. فهذا أيضا نحن لازم نرجع للجهة المختصة طال عمرك، وأيضا نشوف شو الأسباب والمسببات اللي فيها. ففي اجتماعات مكثفة في الوقت الحالي، حتى اللجنة لحماية المستهلك في اجتماعات دورية في خصوص هذا الموضوع، وأيضا يعني نحن أيضا راح نوصل الملاحظات لهم ونشوف شو الرد يكون إن شاء الله في الموضوع. طيب أستاذ علي، الآن بنعيد مرة أخرى بعد إذنك النقطة. نعم نعم. وأبغي أسمع تعليقك بشكل مباشر. الآن هل هناك طريقة غير ما نتحدث عنه لضبط السوق؟ بمعنى الآن أنت تتحدث والدكتور هاشم وغيره أنه والله إذا لاحظت ارتفاع بالأسعار بلغوا الوزارة أو الدائرة أو غيره. طيب ما في طريقة أخرى تقنية، تكنولوجية، تطورية، ذكائية، اصطناعية، أيا كان مسماها، تعطيني القدرة على أني أراقب السوق؟ هذه السلعة سجلت في المحل الفلاني بسعر كذا، صدرت الفاتورة اليوم بسعر كذا، فبين عندي في جهاز انذار، في الارم، في ايا كان مسمى، ان هذا قاعد يبيع باكثر من سعر السوق. ما في طريقة؟ هو طال عمرك يعني عفوا على السؤال مرة اخرى، يعني انتو والاخوة في وزارة الاقتصاد قاعدين تتريون الناس بس يقدمون شكوى، إذا ما حد اشتكى الناس راضية بالزيادات أو بزيادات غير المنطقية وغير المعقولة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا طال عمرك، المسألة هي دراسة عملية السوق. أنت مثل ما عارف أن نحن السوق مفتوح، وطريقة تحديد السعر، نحن اليوم قمنا في دارة التنمية الاقتصادية بوضع سعر الخدمات. نعم. للصالونات الرجالية والنسائية، والحين باقي على باقي الخدمات عندنا برنامج معين. انزين. ما يقدر التاجر. طيب قبل لا تكمل هالجزئية. نعم. الآن الصالونات رفعوا أسعارهم، خذوا موافقة من عندكم؟ لا طبعا، نحن طال عمرك يوم نتكلم، خلنا نكون صريحين شوي، نحن يوم نتكلم على وجود منشأة معينة تقوم برفع السعر، ويجي أحد من المستهلكين يقول نعم أنا والله العظيم في صالونات معينة رفعت السعر. نعم. أنا عندي مفتشين بشكل دوري في الأسواق، نمر عليهم حتى ساعات وجود، حتى صالونات نسائية عندنا الأخوات يمرون يسألون يعني الحريم اللي موجودين هل في زيادة في السعر؟ لا، يعني نحن يوم نقول يعني أنت عطني اسم المنشأة أسب، أنا أتوجه لها بشكل مباشر أشوف شو أسباب الزيادة، هذا الشخص ليش رفع سعره؟ أنا أسأل المستهلك إنزين أنت صرت يوم قدم لك الخدمة أنت تقول هذا الشخص رفع لي، لكن يوم يجي المستهلك هنا يقدم الشكوى على المنشأة المعنية ونطلع نحن كتفتيش على المنشأة، التاجر يقول أنا ما أخذت منه يعني هذا سعر مثلا أغلى من السعر المعروض. نحن أيضا نقوم بمراقبة هذه العملية نشوف نعم هل هذا الشكوى تتكرر على المحل المعين، لكن أغلب الحالات التي نطلع يقول والله العظيم أنا في جهة مثلا رفعت السعر، نحن نروح ونتحقق من هذه الزيادة زين شو اسم المنشأة اللي قامت برفع السعر. هني العملية طال عمرك شوية يحتاج له، يعني أن المستهلك يوم نقول نحن قدم لنا الشكوى نحن فقط مش مسألة تقدم الشكوى بزيادة، لا نحن نبغي اسم المنشأة هذه عشان يتم مراقبتها ومتابعتها بشكل دوري. طيب يعني في جزئية مثل ما ذكرت أنت، الحلاقين على سبيل المثال أو صالونات الحلاقة، هذه لما يرفعون أسعارهم لبعد موافقة وفي قائمة مطبوعة موجودة. نعم. في كل صالون، صحيح؟ نعم.
صحيح. يعني الآن اللي جالس على كرسي الحلاقة أو اللي في الصالون أمامها القائمة، والقائمة معتمدة من قبلكم أو من قبل البلدية؟ من قبلكم القائمة معتمدة؟ من قبل، لا من قبل، من قبل الدائرة. طيب الآن هذا الأخ علي من كلباء يقول صالون الحلاقة رفع السعر، قلنا له ليش؟ قال والله عندي موافقة من البلدية، يقصد التنمية الاقتصادية يعني. فأنا سألتك سؤال، هل هذا الكلام صحيح؟ هنا طال عمرك يا مو يعطينا الاسم هذا، نحن نروح ونتحرى الدقة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة كثير مهمة. نحن اليوم يجي شخص يقول لك والله العظيم أنا أخذت موافقة برفع السعر. أنت مين أعطاك الموافقة برفع السعر؟ يعني أنت اليوم تتكلم بشكل طال عمرك عام، ونحن أيضا مأيدين هذا الموضوع ونحاول قد ما نقدر أن يعني نعمل تفتيش دوري على هذه المنشآت بعملية زيادة السعر. هل فعلا في زيادة في السعر؟ وهل كم من منشأة قامت برفع السعر؟ وشو الحجة؟ اليوم بعض الأشخاص نعم يطلب منا ساعات مبلغ إضافي عن القيمة المعروضة. نحن كمستهلكين اليوم، أنا أيضا اليوم مستهلك، أنت أيضا مستهلك طال عمرك، لا خل عندي أنا مقدرة أن أناقش الشخص هذا كتاجر، أنت على أي أساس رفعت السعر؟ أنا راح أبلغ عليك الجهات المعنية. أنت يعني يمكن أنا اليوم بقدر أتكلم بهذا بحكم شغلي، بس يمكن اليوم يجيك شخص يقول لك يا أخي أنا ما راح أتكلم في الموضوع، بس لا ترفع مثلا سعرك ثاني مرة. نحن طال عمرك يعني نتوجه فيه ونحاول يعني نتكلم فيه، انه بس انت يوم بتغلب بلغني باسم المنشأة المعنية، انا اقدر باستطاعتي اني اراقب المنشأة هذه واستدل هل تم فعلا رفع السعر، هل تم رفع السعر بشكل رسمي او لا. طيب انا بعيد السؤال، اعطيته موافقة بزيادة اسعار الخدمات في صالون الحلاقة؟ لا طال عمرك ما في زيادة اسعار. نعم طال عمرك ما في زيادة في الأسعار، لأن حتى الزيادة في السعر يطلبها طبعا من الجهات المعنية ولازم ترسل له وزارة الاقتصاد، يعني لازم يرفع سعر أي خدمة أو أي سلعة لازم يرجع للجهة المعنية. طيب لأن الأخ يقول أنا شفت الاعتماد من قبل، أنا أتمنى الرسالة. إن شاء الله بس هي. يعني بس يعني لو تحت هو يعطوني الاسم التجاري للمنشأة إن شاء الله، وأنا أحاول إن شاء الله يعني أتحرم أكثر على الموضوع إن شاء الله. طيب أنتوا في دائرة التنمية الاقتصادية ما شاء الله عليكم يعني انتقلت نقلة نوعية في موضوع الخدمات الإلكترونية وتحدثنا عنها من قبل، في 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 إطار هذه النقلة النوعية وإطار الخدمات الإلكترونية، ما في عندكم تطبيق ذكي أو جزء من تطبيقكم معني بهذه البلاغات؟ نعم اليوم نحن طال عمرك الحمد لله صار التحديث أيضا على البوابة، صدر إعلان عنها خلال فترة سابقة من أسبوع تقريبا بتحديث البوابة هذه، وصارت أكثر سهولة أيضا للمستهلكين. التطبيق طبعا موجود، يعني نحن اليوم نحاول نوفر يعني بتوجيهات حتى رئيس الدائرة نحاول نوفر أكثر طرق للتواصل مع المستهلكين والجمهور والمتعاملين. فتطبيق اليوم طال عمرك يمنحك أنت صلاحية أنك الدخول في أي وقت كنت في أي مكان كنت، تدخل فقط على هذا التطبيق. يعني أنا بتكلم في جزئية خاصة لحماية المستهلك، أنك فقط تصدر فاتورة وتبلغنا بهذه الأمور. في حاجة سيد حسن في الموضوع، أن ساعات المستهلك يتعرض لمواقف يمكن أنا ما أتعرض لها كمفتش أو متسوق سري في الموضوع، لأن يمكن أنا كتاجر أعرفك أنت مستهلك دائم موجود معي، يمكن يرتفع سعر سلعة معينة، بس أنا يوم أروح على مسألة التفتيش أو أروح على الفواتير يمكن أنا ما أقدر مثلاً تفترض أنت ما تقدر تدقق على جميع الفواتير، تأخذ عينات عشوائية من الفواتير وتتأكد من نوع السلعة في الموضوع. هنا طال عمرك يعني يتعرض المستهلك لأي موقف من هذه المواقف، هذا اللي نبغي بس أنه يتم تبليغنا عن طريق التطبيق المباشر أو عن طريق مركز الاتصال حتى يتحرى نتحرى في هذا الموضوع. طيب لذلك يعني الآن بعض الاقتراحات أمامي حول التطبيق أو تطبيق المقترح بكل سهولة، بدل ما أرفع السماعة الآن من خلال التطبيق أصور الفاتورة اللي عندي أنا، أصور الرخصة التجارية الخاصة بالمحل وأحط بياناتي وإرسال ووصلكم الموضوع بهالسهولة. هذا ملخص المقترحات اللي أمامي. نعم طيب في أيضا حالة المتابعة، يعني اليوم أنت ما يحتاج تتصل وتتابع شكوك، لأن إحنا عندنا اليوم نظام رسالة نصية القصيرة، كل خطوة يقوم فيها الموظف من ناحية التفتيش من ناحية إحالة الشكوى لجهة ثانية من ناحية عملية المتابعة يتم عملية إيصال رسالة نصية قصيرة لهاتف من المستهلك. يعني حتى المتابع يقدر يدخل على نفس التطبيق عنده متابعة للشكوى، يقدر يتابع الشكوى وينظر فيها وين وصلت الشكوى، أساس أنه اليوم يتقدم معاملة لجهة معينة باهتمامك أيضا أن أنا أبغي أشوف معاملتي وين راح توصل.
نعم خلال الفترة هذه وين عندنا لدينا طال عمرك لكل خدمة لها توقيت معين للإنجاز. فأنا ما أقدر أتعدى هذا لأنها تكون محسوبة سواء على المسؤول مباشرة أو حتى على الموظف. المتابعة شكرا طال عمرك أيضا لها تطبيق نفس التطبيق هو طابع طال عمرك بس لها حق الآخر يقدر يدخل المستهلك ويتابع الشكوى. جميل جدا. في أرقام للتواصل ممكن نعلن عنها أستاذ علي بعد إذنك؟ نعم طال عمرك نحن عندنا متواصلين مع مركز صار هو طبعا شريكنا الاستراتيجي وأنقل على رسالة شكر لهم 800 000 880 ألف هذا مركز الاتصال الخاص بحكومة الشارقة. نعم والحمد لله تم توجيهه وأيضا بموضوع استقبال الشكاوي أيضا القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة وأي استفسارات أخرى أيضا نحن طبعا أيضا موجودين سواء عن قبلكم أو من قبل أي جهة أخرى والحمد لله في تواصل مستمر يعني مع هذا الجهة. نعم شكرا لك أستاذ علي بارك الله فيك الله ما قصرت الله شكرا الله جزيلا شكرا في أمان الله. علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. بعد الفاصل نعود للتواصل فابقوا معنا.